لا داء لأهل ليبيا أشد وأعظم وأخطر من الحمية والعصبية والجهوية والقبلية، حمية الجاهلية. نعم. هذه التي يعني الآن تهدد ليبيا بعدم الاستقرار وبالحرب الطويلة الأمد، وهذا الفعل من أفعال الجاهلية لا يليق بالمسلمين أن يلتصق بهم. وما حدث هذا الصباح حدث قبله بالأمس تفجير في بوابة مسلاتة، وحدث قبله تفجير في أماكن أخرى، وحروب طاحنة بين الجهات، هذه الجهة وتلك الجهة. وعندما المجرم يتحدد ويتعين يلتجئ إلى جماعته أو إلى قبيلته أو إلى عائلته، وعائلته بدل من أن تسلمه إلى العدالة وتتبرأ منه تناصره وتجعل معه شوكة وتقاتل الناس الآخرين. هذا مما لا يحل شرعا، وهذا قد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعذاب وباللعنة الدائمة من الله سبحانه وتعالى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ من هذا، فهو قدوتنا في هذا الأمر. يجب على جميع الناس الآن، القبائل والعائلات والمناطق والجهات، أن يعلنوا إعلانا عاما وينتسبوا إلى هذه الوثيقة ويوقعوها، بأن يتبرأوا من كل مجرم خارج على القانون، ظالم أيا كان جهته وأيا كان انتماؤه، سواء كان باسم حزب ولا باسم قبيلة ولا باسم عصبية ولا تسمى باسم الإسلام ولا باسم مقاومة الثورة بأي صفة من الصفات. أي إنسان انحرف وارتكب لصوصية وقطع طريق والظلم وسطو مسلح، يجب على أهله وعلى ناسه وأقرب الناس إليه، يجب عليهم أن يتبرعوا منه. وقدوتنا في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه: إن آل أبي ليسوا لي بأهل. آل أبي يعني قرابته من النسب، يقول: ليسوا لي بأهل، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من آل أبي طالب ومن الناس اللي هم على الضلال وعلى الظلم، تبرأ منه وقال: هؤلاء ليسوا لي ولا علاقة بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبي الله نوح عليه السلام، عندما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الباري عز وجل قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله هذا الذي ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم وقال: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله. فكيف نحن الآن نناصر إنسانا ظالما قاطعا للطريق غاصبا، إذا جاءت الدولة ولا جاءت النيابة ولا جاءت أي جهة مخولة بأن تقبض عليه، تقوم جهته وقبيلته وبلدته وتقاتل عليه وتسفك من أجل ذلك الدماء، حماية للظالم وحماية لقاطع الطريق. هذا أمر لا يحل شرعا. والوثيقة أتمنى أن تعرض مرة أخرى وتقرأ على الناس، فإن فيها الدواء بإذن الله.